طبعا متجمعين، مفيش ماتشات ودية في المعسكر ده، لكن كنا مهم جدا ان احنا نكون مع بعض. من بعد بطولة افريقيا الحمد لله ماشيين كويس في كل توقف بنتجمع، فدي حاجة كويسة وهتساعدنا ان احنا نظهر بشكل كويس في الاولمبياد. فده اللي احنا بنحاول نعمله، حتى لو ما بيبقاش فيه ماتشات ودية بنتجمع ونكون موجودين، فده بتخلق حاجة كويسة بينا يعني وروح كويس. لازم طموحاتنا تكون أعلى من اللي قبلنا، لازم نشوف اللي قبلنا وصل لإيه، ما نكونش إحنا أقل من حد. فده اللي إحنا بنتكلم فيه من بعد بطولة أفريقيا يعني على طول، من أول ما خلصت إن إحنا ركزنا في الأولمبياد وإن إحنا لازم نجيب ميدالية. فبس ده اللي إحنا بنحاول نسعى له يعني الفترة اللي جاية. أهم رسالة بيوصلها لنا إن باب المنتخب مفتوح لكل لعيب مصري، فكل أظن المنتخب مليان، من مش أهلي وزمالك بس، هتلاقي معظم الأندية كلها موجودة، فدي حاجة كويسة ودي بتخلق حاجة لنا، روح كويسة لنا إن أي حد بيشتغل كويس في فرقته فبيكون موجود. فدي كانت بتبقى من أهم الحاجات اللي موجودة يعني، إن المنتخب مش أهلي وزمالك بس، ففي كل الأندية الحمد لله لعيبة موجودة في المنتخب، ربنا يكرمنا ان شاء الله. الحمد لله، طبعا بنشكر ربنا طبعا. الحمد لله احنا كان عملنا نتيجه ايجابيه اول امبارح، يمكن تكون دي سمعت مع الناس شويه، وده ناتج عن مجهود يعني الفرقه كلها، مش احمد كشخص وأداك. الحمد لله طبعا. وحابب اشكر طبعا اداره نادي الجونه طبعا، وكابتن علاء عبد العال وكل الجهاز طبعا، ده مجهود يعني مجهود فتره الاعداد كلها. كان في كلام من كابتن محمود حرب هنا قبل اعلان القايمه بيومين ثلاثه، بس كان لسه مش اكيد، كان بعد ماتش الاهلي كان هيبقى القرار النهائي، فطبعا كان في ضغط، بس الحمد لله يعني. طبعا ده فخر لاي لعيب ان هو يلبس تيشيرت منتخب مصر، يعني احنا متربيين واحنا صغيرين ان احنا تيشيرت المنتخب ده حاجه كبيره جدا، فطبعا ده هيبقى حمل تقيل، وان شاء الله بس ده دي بداية، ان شاء الله بس تبقى تكملة بإذن الله ان احنا اولمبياد باريس بإذن الله.